السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم دكتور مصطفى علاء الدين من باصة أكاديمي. إن شاء الله هكون معاكم في مادة البروجكت مانجمنت، وأتمنى إن أنا أقدر أوصل لكم المعلومة بالشكل الكافي اللي يفيدك على الجانب الأكاديمي والجانب العملي. مادة البروجكت مانجمنت من المواد الجميلة جدا اللي انت هتطبقها بعد ما تتخرج ان شاء الله على ارض الواقع. علشان كده دايما بنحاول واحنا بنشرح المادة دي ان احنا نوصل لك من خلالها الجوانب اللي انت هتستفاد بيها في الواقع ان شاء الله. المادة بتاعتنا قدام هنبدأ ان احنا نطبق عليها، هنبدأ نعرف هي عبارة عن ايه، اهميتها ايه، وبندرسها ليه. وده عشان نعرفه لازم ندخل في الشابتر الاولاني، نعرف يعني ايه كلمه بروجكت، يعني ايه بروجكت مانجمنت، ايه هو انواع البروجكت مانجمنت، ايه الفيلدز المجالات اللي احنا هنبقى بصدد ان احنا نتعرض ليها في الماده بتاعتنا. ده طبعا مايند ماب، دي زي خريطه ذهنيه كده بتعرفني، دي خريطه ذهنيه كده بتعرفني انا هتعامل مع الماده ازاي. طيب بعد كده طبعا ده بيقول لك ان انت عندك هنا أول نقطة بتعرفك في السلايد الأولانية، يعني بتقول لك يعني إيه بروجكت مانجمنت، إنترودكشن، مقدمة عموما. طبعا في سلايد 2 هنعرف الاستراتيجي اللي موجودة، 3 أورجنايزيشن، 4 ديفاين بروجكت، هنعرف البروجكت في السلايد نمبر 4. في السلايد نمبر 5 هنعمل استيميت للبروجكت مانجمنت وهنعرف بنعملها إزاي، وهكذا في كل السلايدز اللي موجودة. يعني دي مايند ماب، خريطة ذهنية كده بتعرفك أو بتعرض لك المادة عبارة عن إيه. تعالى بينا بقى نشوف المادة عبارة عن ايه، يلا بينا نشوف. بعد كده طبعا ده الليرنينج اوبجكتيف، الليرنينج اوبجكتيف ده هو عبارة عن الهيدلاينز اللي احنا هنتعامل بناء عليها في التشابتر بتاعنا، او بمعنى ادق بتعرفنا الجزء بتاعنا بيبدأ ازاي او بيمشي منين. تمام، ده بيعرفنا احنا هنتعامل ازاي. فبيقول لي ان الحاجات اللي هنتكلم فيها النهارده هنفهم يعني ايه كلمه بروجكت مانجمنت اختصارها بي ام. طبعا هنعمل ديستينجوش بتوين البروجكت فروم روتين اوبريشن، يعني هنعرف ايه الفرق بين المشروع وبين العمليات الروتينيه. هنحدد الديفرنت ستيجز، المراحل المختلفه اوف ا بروجكت لايف سايكل، لدوره حياه المشروع. يعني انا عشان اعمل مشروع ايه هي الستيجز، المراحل اللي همشي بيها. ديسكرايب هاو اجايل بي ام از ديفرنت فروم تراديشنال بي ام. انا هيبقى عندي هنا للبروجكت مانجمنت نوعين زي ما هنشوف قدام ان شاء الله. فالنوعين دول في نوع اسمه اجايل بروجكت مانجمنت وتراديشنال بروجكت مانجمنت، وهنعرف دلوقتي برضو ان شاء الله بعد كده هم عباره عن ايه. طبعا understand the managing projects involving balancing the technical and socio-cultural dimensional of the project. هنفهم التطور بتاع إدارة المشاريع وموازنة الأبعاد بتاعتها وتأثيرها على الجانب الاجتماعي والثقافي لأي مشروع بيتعمل. يعني أي مشروع إيه هي الجوانب الثقافية والاجتماعية اللي المفروض أحطها في المشروع عشان أعرف أعمل مانجمنت للبروجكت اللي أنا شغال فيه. عشان كده قلت لكم المادة دي مهمة جدا، لأن لا غنى عنها في أي مجال موجود حوالينا. بعد كده طبعا الاوتلاينز، وات از ا بروجكت، ايه هو البروجكت، تعريف البروجكت زي ما احنا قلنا، الحاجات دي هنتكلم عنها ان شاء الله. طبعا ده بعض الاكزامبلز، بعض الامثله اللي هنتعرض ليها ان شاء الله في ماده البروجكت. بيقول لي على سبيل المثال مجال البيزنس انفورميشن، مجال معلومات اداره الاعمال. يعني انا هنا هبدا ادخل الانفورميشن تكنولوجي مع مجال البيزنس من خلال ان انا اعمل نيو داتا سيكيورتي سيستم، من خلال ان انا من ضمن المشاريع اللي هتتعرض عليا وهيبقى مطلوب مني ان اطبق فيها ماده البروجكت مانجمنت، اطبق فيها الستيجز اللي انا لسه قايلها من شويه، ايه هي الستيجز اللي المفروض اعرضها، ايه هو الجانب الكالتشرال او السوشيو كالتشرال، ايه الجانب الاجتماعي والجانب الثقافي اللي موجود في البروجكت مانجمنت. فدي بعض المجالات اللي هنبدا نستخدمها كسامبل، كعينه نطبق عليها الماده بتاعتنا. طبعا الحاجات دي كلها هنعرفها قدام، مش مهم السلايد،
بس على سبيل المثال نقرا اتنين كده نفهم منهم. قال لي من ضمن المشاريع اللي بتتعرض على الكوليدج جرادويتس، على الخريجين بعد ما بيتخرجهم، وبقى مطلوب منهم ان هم يطبقوا فيها ماده المانجمنت، ان هم يطبقوا يعني البروجكت مانجمنت ازاي يديروها، زي البيزنس انفورميشن، ان انا ازاي اعمل انستول نيو داتا سيكيورتي سيستم، ده من ضمن المشاريع المتاحه للشباب. والفيزيكال اديوكيشن، الفيزيكال اديوكيشن معناها develop a new fitness program for senior citizen. بعد بعض الشباب بعد ما بيتخرجهم بيبدأوا يعملوا برامج لياقة للناس الأكبر سنا، فده برضو من ضمن البروجيكتس اللي تتطلب مني إن أنا أستخدم خبرتي في مادة المانجمنت أو مادة البروجكت مانجمنت عشان أدير المشروع بالشكل الكافي اللي يحقق لي أرباح معينة، وهكذا على باقي المشاريع. دي كلها نماذج للمشاريع اللي بتبقى متاحة للشباب بعد التخرج، ودي بيطبقوا فيها البروجكت مانجمنت لو هم عاوزين يحققوا بروفيت عالي. نيجي بقى ندخل في المادة بتاعتنا، كل ده طبعا انترودكشن للمادة. نيجي بقى ندخل في المادة بتاعتنا. أول حاجة بيقول لي أول سلايد، What is a project؟ يعني إيه المشروع؟ Project defined according to BMI. يعني إيه الكلام ده؟ خد بالك بي ام اي عبارة عن ايه. المعروف ان البي ام اي، البي اختصار لبروجكت، الام اختصار لمانجمنت، الاي اختصار لانستيتيوت، فالبي ام اي بروجكت مانجمنت انستيتيوت، تمام. فبيقول لي هنا ان انا هنا بناء على تعريف معهد إدارة المشاريع، معهد إدارة المشاريع الدولي. طبعا كل في شهادات كده بيبقى ليها طبعا مؤسسه بتتكلم عنها، فطبعا الماده دي في مؤسسه قائمه عليها. فبيقول لي a temporary endeavor undertaken to create a unique product service or a result. بيقول لي ان تعريف اداره المشاريع حسب البي ام اي اللي هو عباره عن مسعى مؤقت. كلمه temporary معناها مؤقت، endeavor معناها مسعى، undertaken يعني بعمله، to create a unique product service or result، عشان من خلال المجهود المؤقت اللي انا هعمله ده هبدأ ان انا انشئ a unique. كلمة unique معناها فريد، product اعمل منتج فريد او خدمة فريدة او نتيجة فريدة. الميجور كاركترستكس اوف بروجكت، ايه هي الخصائص الاساسية لأي مشروع؟ قال لي has an established objective. من ضمن الخصائص الرئيسية لأي مشروع يا شباب ان هو لازم يكون عنده هدف محدد. يعني ايه عنده هدف محدد؟ يعني لازم المشروع اكون فاتحه او اكون عامله عشان غرض معين. يعني هاجي اقول لك انت فاتح المشروع ده ليه؟ لو ما ردتش عليا مستحيل تعملها، لان لما اجي اسالك السؤال ده لازم تديني رد محدد. فلو سالتك قلت لك انت عامل المشروع ده ليه؟ هيبقى عندك رد ثابت، الرد ده بيتنوع من شخص للتاني على حسب الاوبجكتيف بتاعه. بس بيقول لي ان اي مشروع عموما له اوبجكتيف، اي نعم بيبقى متغير من شخص للتاني، بس الاوبجكتيف ده لازم يكون موجود. فلو سالتك انت فاتح المشروع ده ليه، ممكن ترد عليه عشان احقق بروفيت، عشان الاقي حاجه تشغلني، عشان اصرف منه على نفسي. فانت هنا حددت اوبجكتيف لنفسك. فاي مشروع بيبقى له هدف معين، ودي من ضمن الكاركترستكس بتاعه البروجكت. طيب بعد كده has a defined life span with a beginning and an end. اي بروجكت بيبقى له beginning وending. يعني لما تبقى فاتح المشروع بتبقى عامل المشروع بتاعك في فتره زمنيه، بتبقى محدد له الرينج اللي انت هتشتغل فيه بناء عليه. يعني حضرتك هتيجي تقول والله البروجكت بتاعي، المفروض البروجكت بتاعي ده هيبقى عبارة عن، برضو من ضمن الكاركترستكس العناصر او الخصائص اللي لازم تكون موجودة في البروجكت او يتحلى بيها البروجكت، ان هي involves several departments and professionals. اي مشروع بيتعمل لازم يكون فيه أقسام كتيرة جدا، ويكون فيه مهنيين، ناس بروفيشنال، ناس محترفين يشتغلوا فيه. على سبيل المثال أنا أفتح مشروع، هيكون عندي واحد خاص أو ديبارتمنت بتاع البرشيزنج، هيكون عندي البرودكشن ديبارتمنت قسم الإنتاج، هيكون عندي الماركتينج ديبارتمنت اللي هو قسم التسويق، هيكون عندي الار ان دي ديبارتمنت اللي هو الريسيرش اند ديفلوبمنت ديبارتمنت قسم البحث والتطوير. فلما اجي افتح الشركه هيبقى عندي اقسام كتيره جدا، هيبقى في قسم البي ار، البابليك ريليشن، تمام،
فدي كلها اقسام هتبقى موجوده في اي مشروع. بروفيشنالز مش هجيب اي حد يشتغل معايا، لان المؤسسه مش مجموعه عشوائيه من الناس، ده كل واحد بيجي في البروجكت بتاعي ببقى جايبه لغرض معين. انا جايب سين علشان سين ده بيمثل الفاينانشال ايد، الجانب المالي او المساعده الماليه بتاعتي، جايب فلان عشان الماركتنج سكيلز بتاعته عاليه، جايب فلان علشان عنده القدره والكاريزما ان هو يعرف يهندل ويتعامل مع الناس اللي موجوده. تمام. من ضمن الكاركترستكس اللي بعد كده involves doing something never been done before. ما احنا لسه قايلين من شويه في تعريف البروجكت ان انا هنا بعمل unique product service or result، ان انا بعمل منتج او خدمه او نتيجه فريده. كلمه unique يعني معناها حاجه جديده ما حدش عملها قبل كده، تبدا ان هي تسمع مع الناس. فمن ضمن الكاركترستكس بتاعت البروجكت موجوده في التعريف بتاعها ان انا هحاول اعمل حاجه never been done before، ما اتعملتش قبل كده، حاجه بره الصندوق اوت اوف ذا بوكس. تمام. طيب من ضمن الكاركترستكس اللي موجوده هاز سبيسيفيك تايم، يكون ليها سبيسيفيك تايم يعني وقت محدد، كوست يعني تكلفه محدده، اند بيرفورمانس ريكويرمنتس واداء مطلوب. يعني ايه؟ دلوقتي انا جيت دخلت مشروع، قبل ما ادخل المشروع بقول والله البروجكت بتاعي له بيجيننج ولو اندنج زي ما احنا قلنا with a begin and end. طيب حلو، يبقى انا كده حددت التايم بتاعه. باجي بعد كده بقول الـ 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 التكلفه بتاع المشروع، الكوست بتاع المشروع بتاعي والله هتبقى من كذا لكذا. تمام. باجي على البرفورمانس ريكويرمنتس، ايه اللي مطلوب مني ان انا اديه بحيث ان هو يحقق الناتج المرجو او النتيجه او الاداء المرجوه، بحيث اقدر من خلالها ان انا اتعامل او اقدر ان انا اظهر اداء كويس في البروجكت بتاعي. تمام. ماشي، نيجي على السلايد اللي بعد كده. ايه السلايد اللي بعد كده يا سيدي؟ بيقول لي البروجرام فيرسس البروجكت. احنا من شويه عرفنا تعريف البروجكت، قلنا البروجكت هو عباره عن تمبرري، حاجه مؤقته، اندوفر، كلمه اندوفر يعني مسعى، مسعى مؤقت بعمل من خلاله يونيك برودكت سيرفيس. تمام. بعمل من خلاله يونيك سيرفيس اور برودكت، يعني منتج فريد او منتج نادر. تمام. طيب نيجي بعد كده، قال لي هنبدأ بقى هنا ناخد تعريف البروجرام، وبعد ما هناخد تعريف البروجرام اللي هو البرنامج هنبدأ نقارن بينه وبين البروجكت. طب تعال بينا نشوف. بروجرام ديفايند، قال لي a group of related projects. كلمة بروجرام هو عبارة عن مجموعة من related projects، يعني معناها أو عبارة عن مجموعة من البرامج المتعلقة، designed to accomplish a common goal، بيتم تصميمها عشان تحقق غرض معين، over an extended period of time، هي عبارة عن مجموعة من المشاريع ذات الصلة متصممة عشان تحقق هدف أو مشترك أو مشروع معين. تمام. طيب البروجرام management defined، ايه هو تعريف البروجرام management؟ قال لي البروجرام management a process of managing a group of ongoing independent related projects in according way to achieve strategic objective. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي اداره البرنامج هو عباره عن a group of ongoing، هو عباره عن مجموعه من ال ongoing مستمر، independent مستقل، related مرتبط، مشاريع يعني مشاريع مستمره. تمام. ومترابطه ومتعلقه، متعلقه بطريقه منسقه. تمام. عشان تحقق هدف استراتيجي. طبعا الاستراتيجيك اوبجكتيف قاعده كده ونوت، يا ريت تسجلها ورايا لو انت قاعد بتذاكر ورايا، تجيب ورقه وقلم وتسجل ورايا النوتس اللي انا هقولها في الفيديو، عشان دي هتفيدنا في التست بانك ان شاء الله لما نيجي نحل. المفروض ان الاستراتيجيك اوبجكتيف، كلمه استراتيجيك يعني معناها استراتيجي، كلمه استراتيجيك لما نقابلها في اي ماده عباره عن حاجه لونج تيرم، طويله الامد او طويله الاجل. فلما يقول لي كلمه استراتيجيك معناها حاجه كومبريهنسيف يعني حاجه شامله، وحاجه لونج تيرم يعني حاجه طويله الاجل. طيب ناخد على سبيل الامثله، قال لي البروجكت كومبليشن اوف ا ريكوايرد كورس ان ا بروجكت مانجمنت، بيقول لي المشروع هو الانتهاء من دوره مطلوبه في اداره المشاريع. البروجرام كومبليشن اوف اول كورس ريكوايرد فور ا بزنس بروجرام. صلى على النبي بقى، لما يتقال دلوقتي كلام مهم. احنا دلوقتي بنقارن، بنعمل كومباريزون
بتوين البروجرام والبروجكت. لو هتيجي تلاحظ في التعريف بتاع البروجكت قال لك هو عباره عن ايه، قال لك هو عباره عن هنا كده، قال لك البروجكت مانجمنت قال لك هو عباره عن بروسيس اوف مانجينج ا جروب اوف، بدير مجموعه من مين، من اون جوينج اندبندنت ريليتد بروجكتس. الله، يعني افهم من كده ان البروجكت بيبقى جزء من البروجرام؟ اقول له اه. على سبيل المثال انت دلوقتي بتدرس البيزنس، بتدرس مثلا في الجامعه بتاعتك، انا بدرس في البيزنس ادمنستريشن، بدرس في اداره الاعمال. اداره الاعمال دي فيها كذا كذا ماده، الماده هعتبرها بروجكت. طيب لما اجي ادرس المواد كلها انا كده بدرس البروجرام نفسه، فانا بقول بروجرام اوف بزنس ادمنستريشن اللي هو برنامج اداره الاعمال. طيب هاخد منه ماده البروجكت مانجمنت هسميها بروجكت، هاخد منه ماده الاستراتيجيك مانجمنت هسميها بروجكت، هاخد منه ماده السبلاي تشين هسميها بروجكت. يعني افهم من كده ان البروجكت جزء منين، من البروجرام. فقال لي هنا ان البروجكت هو عباره عن كومبليشن اوف ا ريكوايرد كورس، ان هخلص كورس معين ان ا بروجكت مانجمنت. طيب البروجرام كومبليشن اوف اول كورس، ان هخلص كل الكورس اللي موجود. تمام. طيب ممكن اجي على الماده نفسها، هاجي على البروجكت مانجمنت نفسه، جزء في البروجكت مانجمنت اسمه بروجكت، البروجكت مانجمنت كلها تعتبر بروجرام. يعني هنا التعريف بتاع البروجكت وبتاع البروجرام بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على حاجه صغيره وحاجه كبيره، الحاجه الصغيره دي جزء من الحاجه الكبيره، الحاجه الصغيره هسميها بروجكت، والحاجه الكبيره اللي بتتضمن الحاجه الصغيره اسمها ايه؟ بروجرام. خلاص يا جماعه؟ تمام. نيجي بعد كده على البوينت اللي بعد كده، بيقول لي كومباريزون اوف روتين ورك وذ بروجكتس. انا هنا هبدا ان انا اقارن الروتين، هبدا ان انا اقارن العمل الروتيني المتكرر بالبروجكتس اللي موجوده. تمام. قال لي هنا على سبيل المثال روتين ريبيتيتيف ورك. تمام. قال لي روتين برمز له بالريبيتيتيف ورك. كلمه روتين يعني ايه؟ روتين يعني عمل ممل، عمل متكرر. انا بصحى كل يوم من النوم، بقوم متوضي ومصلي، بقوم فاطر، بعد ما بفطر بروح الجامعه بتاعتي، بحضر المحاضرات بتاعتي، بعد ما بحضر المحاضرات بقوم راجع البيت تاني. فانت هنا كل يوم بتعمل نفس الاكتيفيتيز، فده بنسميه روتين. تمام. فبيقول لي على سبيل المثال ايه الفرق بين الروتين والبروجكت؟ قال لي ان الروتين العمل المتكرر بسميه ريبيتيتيف ورك، انك تعمل taking classes notes، انك تروح المحاضرة وتسجل النوتس بتاعتك. تمام. طيب البروجكت writing a team paper، انك تكتب ورقة، تجيب ورقة وتبدأ ترتجل بقى، تبدأ تكتب الكلام من دماغك. طيب الروتين، احنا قلنا الروتين متكرر صح؟ قلنا اه. طالما متكرر يبقى اعمله بشكل ديلي، شكل يومي. قال لي ديلي على سبيل المثال entering sales receipts into the accounting ledger، انك هتيجي على دفتر الاستاذ المحاسبي اللي هو الاكاونتنج الاكاونت ليدجر اللي هو دفتر الاستاذ، هتبدا انك تعمل انترنج للسيلز ريسيتس. كلمه سيلز ريسيتس يعني معناها ايصالات المبيعات، هتبدا تدخلها بشكل مستمر على السيستم المحاسبي. طب بالنسبه للبروجكت سيتنج اب a sales kiosk for a professional accounting meeting، خد بالك هتلاقي ان هنا في الروتين هي عبارة عن حاجات بتتعمل قبل كده او حاجة اتكررت قبل كده فانت بتعملها كل يوم مفيش فيها تفكير. اما البروجكت هو عبارة عن حاجة بتتطلب منك انك تشغل دماغك وبتتطلب منك انك تفكر. فبيقول لي هنا على سبيل المثال ان هعمل كشك مبيعات لاجتماع محاسبي محترف، يعني هبدأ هنا اعمل اجتماع كده للناس اللي موجودين، هنقول لهم يا جماعة احنا عندنا معضلة معينة عاوزين ان احنا نتغلب عليها. طيب بالنسبة للروتين والريبيتيتيف ورك، قال لي ريسبوندينج تو ا سبلاي تشين ريكويست، اني هستجيب لطلب سلسلة التوريد اللي بيتبعت لي، ان انا واحد بتاع سلسلة التوريد الراجل بتاع السبلاي تشين بعت لي قال لي والله احنا عاوزين نشتري الخامات الفلانية 1 2 3، فانا بستجيب للطلب بتاعه وبقوم عامل له بقوم عامل له ساين، بقوم موقعه وبقوم عامل الختم بتاعي وبدي له الورقة بتاعته. فده اسمه عمل روتيني ريبيتيتيف متكرر بعمله باستمرار. البروجكت لا، حاجة متكررة بقى، حاجة بتعتمد على التفكير. زي ايه؟ writing a new piano، طبعا developing a supply chain information system. لا، ده انا هنا بقى مش هعمل respond، مش هستجيب زي كل مرة، ده انا هنا هبدأ ان انا اعمل تطوير لنظام سلسلة ال supply chain، هبدأ افكر كده في حاجة شغل دماغي بحيث اطور نظام ال supply chain. خد بالك كل حاجة هنا بيقابلها حاجة تانية، يعني بيجيب لك هنا مثال على روتين، بيجيب لك على نفس المثال فيما يقابله فين في البروجكت. تمام.
بيقول لك هنا طبعا practicing skills on the piano. بيانو بيقول لك هنا من ضمن الروتين ان انت هنا بتتدرب على الموازين على البيانو. بيقول لي هنا البروجكتس ان انت هنا نمطي، بيبقى قدامك حاجه نمطيه بتبدا ان انت تتدرب عليها. طيب بالنسبه للبروجكت، قال البروجكت انا هنا رايتنج ان يو بيانو بيس. خد بالك هتلاقي الفرق بين الروتين والبروجكت، ان الروتين يا اما انا بعمل حاجه بتتعمل على طول او حاجه بتتعمل على طول بتعلمها، اما البروجكت هو عباره عن ان انا بشغل دماغي، ببدا اكتب الحاجه بايدي، ببدا اعمل اجتماع للناس وبشتغل معاهم. تمام؟ طيب على سبيل المثال برضو بالنسبه للروتين، قال لي روتين مانيفاكتشرر اوف ان ابل ايبود، اللي هو التصنيع الروتيني لجهاز ايبود وابل، ان انا عارف ان جهاز ايبود وابل بيتعملوا ازاي، اللي هو له ميكانيزم معينه ما برتجلش، يعني ما بشغلش دماغي. طيب البروجكت بقى المشروع، قال لي لا المشروع انك بتعمل ديزاين للايبود ذات از ابروكسيميتلي 2 multiplied by 4 inches interfaces with PC and stores 10,000 songs. لا انت هنا بقى بتبدأ تعمل التصميم بتاعه، يعني هتشوف انت هنا بتصنع عادي، دي حاجة بتتعمل، اما لما تيجي تعمل التصميم وتشغل دماغك ايه الحاجة اللي هتطور المنتج، ساعتها انت كده بتتعامل مع مين؟ ساعتها انت كده بتتعامل مع البروجكت. اخر حاجه attaching tags on manufactured products، ان انا هنا هبدا اعمل ارفاق البطاقات على المنتج المصنع. زي ايه؟ ان انا خلاص بعد ما قفلت المنتج بتاعي وعملت له باكينج، بعد ما غلفته وعملت له رابنج، رابنج يعني تغليف، بعد ما غلفت المنتج بتاعي هبدا ان انا احط الكاردز اللي موجوده، هبدا احط الستيكر، ستيكر عليها لازقه كده، الستيكر ده بيوضح الهويه بتاعه الشركه، بنسميه الليبل، الملصق اللي بيوضح البراند بتاعي وتفاصيله واسمه وعنوانه وخاماته وتكوينه وهكذا. انت كده بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه عاديه. طيب البروجكت بقى، قال لي رايت اتاك بروجكت فور جي اي اند وول مارت، ان انت بتعمل مشاريع، انت خد بالك انت هنا ايه، بتعمل بطاقات تعريفيه لشركات. في فرق بين انك تاخد البطاقه وتلزقها او انك تعمل البطاقه وتصممها. فلو قال لي كلمه ديزاين، قال لي كلمه رايتنج، قال لي كلمه سيت اب، قال لي ساعتها يبقى انا كده بقى شغال فين في البروجكت، لان ده بيتطلب مني ان انا اشغل دماغي. اما لو قال لي ان انا بعمل ريسبوندنج، بعمل براكتسنج، بعمل طبعا اتاتشنج تاجز، يعني ما بشغلش دماغي، يا اما بعمل حاجه حد بيعملها او بتبع للنمط، ساعتها انا ببقى روتين. اي جمله اقدر استشف منها وافهم منها ان انا بشغل دماغي، ان انا ببقى كرييتيف، ان انا بشغل الديزاين بتاعي والفوكس ابيليتيز القدرات قدرات التركيز بتاعتي، ساعتها يبقى انا كده بتكلم على البروجكتس. بس ده الموضوع ببساطة. ربنا يوفقكم يا رب، واستنونا في باقي الفيديوهات.